قمة البحرين تدعو لنشر قوات أممية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين، وتدعو أيضا لمؤتمر دولي للتسوية. نتنياهو يقول إن معركة رفح حاسمة، وواشنطن تتوقع إدخال مساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري خلال أيام. هجمات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل، وهليفي من الحدود مع لبنان يقول إنه ستتخذ القرارات المناسبة وفق التطورات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى جولة إخبارية من الحدث تمتد على مدار ساعتين نقدمها لكم بصير شتية. دعت القمة العربية 33 التي اختتمت في البحرين اليوم إلى نشر قوات دولية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين. وتضمن إعلان المنامة الصادر عن القمة الدعوة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. إذ أجمعت القمة العربية في البحرين على المطالبة بإنهاء حرب غزة ووقف النار، كما طالب إعلان قمة المنامة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلام والأمن الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى دعوة جماعية من الدول العربية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية أممية لحل القضية الفلسطينية بهدف إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين. ووضع إعلان قمة البحرين المسؤولية على عاتق مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، ووضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، وإصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما ندد بالحرب الإسرائيلية على غزة مؤكدا ضرورة وقف الحرب وخروج الجيش الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع ورفع الحصار المفروض عليه وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات. هذا وأجمعت أيضا القمة العربية في البحرين على المطالبة بإنهاء حرب غزة ووقف النار، وطالب إعلان المنامة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة. وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بافتتاح أعمال القمة العربية في البحرين أكد على وقوف المملكة بجانب الشعب الفلسطيني، وأن السعودية تدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، مشددا على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي جهود وقف إطلاق النار في غزة. وفي هذا الصدد نؤكد ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الغاشم على الأشقاء في فلسطين، وقيام المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الوقف الفوري للعدوان قوات الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية، وضرورة العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 قرار يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتدعو مزيد من الدول للمضي قدما بالاعتراف الثنائي. هذا ودعا ملك البحرين الملك حمد بن عيسى إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة. فيجب أولا التوافق على اعتماد خيار السلام كخيار استراتيجي لا قناعا لصون مسيرتنا الإنسانية وتأمين وصولها لقدها المشرق. ومن هذا المنطلق تتقدم مملكة البحرين بعدد من المبادرات للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها، وأولها الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين
وقبول عضويتها في الأمم المتحدة. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فأكد خلال كلمته أمام قمة البحرين رفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، وقال إن إسرائيل أمعنت في القتل والانتقام في ظل عدم وجود إرادة سياسية دولية حقيقية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية. وبينما تنخرط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هاوية عميقة، فإننا لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد من جانبه على أن حماس نفذت هجوم 7 أكتوبر بقرار منفرد، وبأن رفض حماس إنهاء الانقسام يصب في مصلحة إسرائيل. موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الدولية ليصب في خدمة هذا المخطط الإسرائيلي، كما أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم في 7 أكتوبر وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة. من جهته قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن موقف الأردن يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفصل غزة عن الضفة الغربية. ولابد من حشد الجهود الدولية لضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين، فضلاً عن وقف التصعيد في الضفة بسبب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. هذا وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال القمة العربية، أكد أن التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض بكل أشكاله، مضيفا ألا مستقبل آمن دون مسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية. التهجير القسري مرفوض عربيا ودوليا، مرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا، مرفوض ولن يمر. إن أحداً لا يريد العودة إلى اليوم السابق على 7 أكتوبر وما يرتكبه الاحتلال من فظاعة وشناعات في غزة لن يعيد إليه الأمن. إننا نريد الانتقال إلى المستقبل وليس العودة إلى ماض مأساوي أوصلنا إلى هذه النقطة، ولا مستقبلاً آمناً في المنطقة سوى بمسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية. أناقش ما جاء في القمة العربية اليوم وتحديداً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مع ضيوفي من الرياض المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، من القاهرة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ المصري الدكتور محمود مسلم، ومن بيت لحم عضو المجلس الثوري لحركة فتح الأستاذ محمد اللحام. مرحبا بكم ضيوفي جميعا على شاشة الحدث. أبدأ مع الدكتور سالم بعد إذنكما. فيما يتعلق بهذا الاجتماع، العرب متفقون على إيجاد حل للقضية الفلسطينية، لكن ماذا عن المجتمع الدولي دكتور سالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين. أهلا بك. أشكر لكم كريم الاستضافة، أحيي أيضا السادة الزملاء الضيوف. يعني أنا أعتقد أن العرب اليوم يعني من خلال الكلمات ومن خلال البيان الختامي وأيضا من خلال المؤتمر الصحفي لمعالي الأمين العام ولمعالي وزير خارجية مملكة البحرين،
قالوا كل يعني وصفوا الحالة العربية ووصفوا كل ما يريدون ووضعوا الآليات التي يمكنهم بقوى دفعهم الذاتية وإن كانت ليست في المستوى المطلوب تحقيقها. سؤالك مهم جدا، كيف يعني المجتمع الدولي يتحرك أو يتماهى أو يستجيب لهذه يعني هذه المطالب أو هذه الرؤى؟ أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك عمل سياسي، عمل سياسي خاصة اليوم في هذه القمة وقبلها في القمة السابقة في الرياض، القمة العربية والإسلامية كان هناك لجنة سباعية، ثم اليوم اللجنة القمة قمة المنامة كان فيها أيضا لجنة من أصحاب المعالي والسادة وزراء الخارجية ستنفذان هذه العملية الذي أقصد به الجهد الدبلوماسي. وفي اللجنة السابقة كان الحديث عن تبصير العالم بخطورة ما يحدث في فلسطين وخطورة العدوان. اليوم هناك فكرة أكبر في رأيي، أنا أعتقد أنه كانت واضحة لنا جميعا كمراقبين ومتابعين، وهي أن القمة تهدف إلى الإقناع بحل الدولتين والإقناع بأن يكون هناك يعني قوى دولية أو قوات دولية لحفظ الأمن والسلام في الفلسطينيين وحفظ أرواح الناس الذين تحفظهم يعني آلة الأمن العسكرية الإسرائيلية. هذا في تقديري خطوة أولى. الخطوة الثانية هو أن حل الدولتين أصبح يعني قناعة كبيرة لدى العرب، أنا أعتقد أنها اليوم أكبر من أي وقت مضى، العرب مقتنعون و أيضا المحيطين الدولي والإقليمي وحتى المجتمع الأهلي في كثير من دول العالم أصبح لديه تفاهما أفضل لهذا المجتمع، وهذه ميزة نسبية في تقديري، يعني هي لتدعم ما قلنا عنه وأنه سيكون عملا دبلوماسيا وسياسيا عربيا في الدول الفاعلة في المنظومة الدولية، سواء كان في أوروبا سواء كان في الصين وروسيا ودول أخرى، دول أفريقية، دول الإسلامية، دول الصديقة. هذه كلها يعني أنا أعتقد مناخات يجب الاستفادة منها، ويجب أن نوضح حقيقة يعني أن هذه الرؤى وهذه الأمال وهذه التطلعات تحقيقها ليس بالسهولة، حتى وإن استجاب المجتمع الدولي لن يكون تحقيقها بالسهولة، هي تريد عمل وتريد متابعة وتريد صحيح أموال أكيد في بعض وتريد خطط تفصيلية لتنفيذها، ثم تريد وقت، الوقت لن يكون يوم أو يومين أو حتى أشهر، قد يستغرق ذلك وقتا. لكن الجديد في رأيي أن لدينا اليوم خطة، لدينا اليوم قناعة كبيرة، لدينا اليوم تحرك للمجتمع الدولي، تحرك في مواجهة العالم لإقناع العالم بأن قضيتنا عادلة، والعالم كان يعرف أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، لكن اليوم هناك يعني تناسي حتى للخلافات العربية، رغم أن معظم الدول العربية في الكلمات التي استمعنا إليها اليوم يعني كل بلد كان له وجهة نظر أو كان له حديث عن شأن خاص في بلده، لكن القضية الفلسطينية كانت الخط العام الذي صحيح تحدث عنه الجميع والذي وصفه الجميع. نعم دكتور سالم، أعود إلى الدكتور محمود. دكتور محمود، يعني كان من ضمن يعني هذا البيان ونشر قوات أممية لحين حل الدولتين، ما الذي يمكن أن تواجهه هذه الخطوة من عقبات؟ أعتقد أن العقبة الأولى هو وقف إطلاق النار، يعني كي نصل إلى حل الدولتين يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب الدائرة. الخطوة الثانية أعتقد أنه يكون هناك توافق دولي حول هذا الشأن. أنا مع الدكتور سالم أن هناك توافق عربي كبير، هناك تعاطف دولي نوعا ما، لكن يحتاج إلى توافق دولي. قد يكون من أهم الفوائد من هذه الحرب، وأعتقد أنها فائدة واحدة، أنها أعادت القضية الفلسطينية مرة أخرى على السطح وشعر بها عدد كبير من الناس في العالم، يعني استطاعوا يستوعبوا ما يحدث بحقيقته نتيجة لحرب الإبادة التي قادتها إسرائيل ضد الفلسطينيين. فحل الدولتين والسلام الشامل والعادل هو الطريق. نتمنى أن تكون هناك قيادات في إسرائيل تستوعب أن الأمان وأن الحل الدائم كما حدث مع مصر هو السلام وليس أي أمر آخر. هذا أيضا ما أكده الرئيس السيسي اليوم عندما قال أن واهم من يتخيل أن المعارك هي التي تستطيع أن تجلب الأمان أو تجلب الاستقرار. السلام هو الذي يجلب الأمان والاستقرار كما حدث بين مصر وإسرائيل. نعم أستاذ محمد اللحام، يعني
أنتم في فلسطين، نريد قراءتك لهذه الخطوة، يعني وهي كانت الأبرز فيما يتعلق بنشر قوات أممية لحين تنفيذ حل الدولتين. نعم، مساء الخير لك ولضيفك الكرام وللجمهور والمتابعين الكرام. بالتأكيد القمة العربية بالبحرين حازت على متابعة من أوساط عديدة من الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الهجمة الشرسة والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا بشكل عام، وتحديدا ضد أهلنا في قطاع غزة. الكلمات اللي كانت استمعنا لها جيدا، نتحدث عن مواقف وإعادة التأكيد على مواقف ثابتة، كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد الذي أكد على ما يؤكد عليه يعني برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الثوابت الوطنية الفلسطينية، ونتحدث عن المملكة العربية السعودية، وبالتأكيد نتحدث عن دولة ذات فصل ومفصل كبير على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. استمعنا تماما لكلمة الرئيس السيسي وجلالة الملك أيضا عبد الله للتأكيد التام على الحق الفلسطيني بإقامة دولته. أكيد هذه المواقف هي مواقف محط احترام وهي مواقف محمودة لدى الشارع الفلسطيني، كمان حتى عودة سوريا ووجود الرئيس السوري والقرارات ذات العلاقة بعدم التدخل بالشأن السوري والعديد من القضايا التي طرحت التي تؤكد على أن هذه القمة تذهب إلى حالة من الوئام والدفء العربي، وهذا يخدمنا بالنتائج كشعب فلسطيني. بالتأكيد نحن معنيين بوحدة الحالة العربية وبدفع عربي، كلما كانت الحالة العربية قوية هذا يعزز قوة الشعب الفلسطيني ويعزز صموده ويعزز آماله بالانعطاق من هذا الاحتلال. كما أشار الزملاء الأفاضل، نعم هذه المرة بقرارات يعني القمة كان هنالك حالات إجرائية عدا عن الشجب واستنكار المعتاد، نتحدث عن مؤتمر دولي بقبل القرارات، نتحدث عن الذهاب إلى قوات حفظ سلام دولية، وأيضا ما طرحه السيد الرئيس أبو مازن تفعيل البند السابع اللي له علاقة أيضا بأنه القوات الدولية التي تأتي إلى فلسطين يجب أن تكون ذات صلاحية لفرض يعني القوة بالأمن والسلام في ظل بطش المستوطنين في الضفة الغربية وفي ظل الاستيطان والقتل وفي ظل المجازر بقطاع غزة. نعم نحن بحاجة ماسة لهذه الجزئية تحديدا بما يتعلق بقوات حفظ سلام، ويتلو ذلك المؤتمر الدولي وصولا لانتزاع حقنا بإقامة دولتنا على حدود الرابع من حزيران عام 67. نعم، هنالك تخوفات يعني من قبل أمريكا، وربما هذا العاجل الذي سأقرأه الآن، يعني وفقا لمراسل الحدث يقول بأن مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون يمنع إلغاء المساعدات إلى إسرائيل. دكتور سالم، يعني وفقا للرد الأولي المبدئي على نشر قوات أممية في الأراضي الفلسطينية، قال يعني المتحدث باسم المنظمة الدولية إنه هذا الأمر يعتمد تشكيله على مجلس الأمن، تفويض من مجلس الأمن. هل سنصطدم مجددا بالفيتو الأمريكي برأيك، أم لربما هذه الضغوط الكبيرة والهائلة الآن عربيا لربما تجبر أمريكا على ألا تستخدم هذا الفيتو؟ أنا في تقديري أن المجتمع العربي وهو اليوم في أحسن حالات الوفاق تقريبا، خاصة الدول التي لها علاقات تاريخية واستراتيجية بالحليف الأمريكي والتي لها علاقات يعني ربما متميزة، وهناك أكثر من دولة عربية لها علاقات بهذا الخصوص. أنا أعتقد هذه الدول عليها يعني قبل يعني طرح هذا الموضوع عبر مجلس الأمن وفي أروقة مجلس الأمن يعني يكون لديها ضمان أو تعهد أو التزام من الجانب الأمريكي بتمرير مثل هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع هو أيضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك يعني قوة دولية، هذا المطلوب أن يكون، ليس قوة من أي مكان آخر، ويعني هي ليست قوة يخشى منها أو ميلها أو يعني انعطافها لأي طرف، هذا رقم واحد. الشيء الثاني، المجتمع الأمريكي خاصة يعني على مستوى صناعة القرار في أمريكا وعلى مستوى الإعلام وعلى مستوى النخب السياسية والاجتماعية وعلى مستوى الجامعات هو في حرج شديد اليوم، وإيغاله في استخدام الفيتو ضد مثل هذا القرار في تقديري يعني سيكون في غير صالحه. نحن نعرف أن الجانب الأمريكي حتى وأن يعني مرر مثل هذا القرار لن يكف عن مساعدته ودعمه ويعني
صيانته اللامحدودة لإسرائيل وللقوى العسكرية الموجودة فيها. فربما المطلوب يعني ليحدث هناك شيء من التوازن أن يمرر مثل هذا القانون، هذا رقم واحد. الشيء الآخر، علينا كيعني نخب عربية أن يعني لا نعتقد أو نوصل للناس أن مثل هذا القرار سيتم في ليلة وضعها. هو يريد عمل سياسي، هو يريد عمل لوبيات، هو يريد ضغوط وتأثيرات، هو يريد عمل ومراوحات مع أكثر من جهة، الاتحاد الأوروبي، النخب السياسية، القوى السياسية في أماكن أخرى، الصين، روسيا، هذه دول ممكن أن تكون فاعلة ومؤثرة، إقناع الجانب الأمريكي بما يمكن أن يعني يجعله يخلق توازن في هذا الموضوع. كل هذه المراوحات في تقديري ممكن أن تساعد إلى هذا العمل. الشيء الآخر، يعني اليوم في القمة، وأنا استمعت إليها في كلمة جلالة الملك حمد، وقال بشكل واضح في الحقيقة، وأنا أعتقد أنه يعبر العرب، أن العرب يسعون للسلام كخيار استراتيجي. هذه دعوة جميلة حقيقة من العرب، وعلى الجميع في المنظومة الدولية وفي الأمم المتحدة أن يلتقطوا هذا الموضوع. العرب لا يريدون الحل عن طريق العنف، لا يريدون الحل عن طريق مراكمة الأحقاد، يريدونه عن طريق السلام، ويعلنون ذلك في قمة ربما تجمع القيادات العربية بشكل غير مسبوق. أنا أعتقد هذا أيضا مؤشر مهم في الحقيقة، قد يعني يجد من ينافس، من يحاول الجانب الأمريكي، من يحاول تأثير على الجانب الأمريكي أن يكون أحد المداخل لهذا الموضوع. وهنا أيضا هذا الموضوع يفتح سؤالا آخر فيما يتعلق بإسرائيل، ونعود إلى كلمة الرئيس السيسي التي قال بها بأن إسرائيل تتهرب دائما من مسؤولياتها، رغم أن التصريحات دائما تقول بأن حل الدولتين يضمن الأمن لإسرائيل أيضا. فأسألك هنا دكتور محمود، لماذا برأيك دائما إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها؟ إسرائيل لديها طمع ولديها استقواء واضح بأمريكا، وتشعر أنها يعني قادرة على حسم المعركة لصالحها، وبالتالي لا تقبل أي حلول وسطية. وهذا قد أيضا ما قال الرئيس السيسي اليوم، أن من يعتقدون أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تؤدي إلى مكاسب، أو المعارك الصفرية ممكن أن تؤدي إلى مكاسب، للأسف إسرائيل تعمل ذلك. خلونا يعني ممكن الكلام أكتر حوالين الوضع الحالي، لأن حل الدولتين لن يبدأ الكلام فيه إلا بانتهاء الحرب. وإسرائيل يعني لسه رويترز كاتبة أن مصر رفضت المشاركة في، صحيح، أو التنسيق في، وهذا ما يظهر على شاشتنا الآن. نعلم، صحيح، جميعا أن إسرائيل سيطرت على المعبر من ناحية فلسطين، وتحاول الآن أن يكون هناك يعني عدة جنسيات، أو مصر، أو يعني أو السلطة الفلسطينية، وكلها أمور غير مقبولة وغير مطروحة. ومصر أيضا رفضت التنسيق لإعادة فتح معبر ما لم تغادر إسرائيل المعبر وفقا للاتفاقية. إسرائيل تصر أن يكون المعبر تحت سيطرتها بشكل أو بآخر. وهناك يعني خلينا نقول برضو أن هناك مأساة إنسانية، أعتقد أن القمة تحدثت عليها اليوم في توصياتها، لأن الوضع الإنساني أصبح لا يحتمله أحد، كل المنافذ مغلقة، إسرائيل ترفض التوصيل، إسرائيل الجيش الإسرائيلي يكمل الضرب في رفح، الأهالي يحاولون النزوح إلى أماكن أخرى، عدد الناس الفلسطينيين في رفح كبير جدا جدا جدا، أكثر من مليون. صحيح، العملية صعبة جدا. طب في من يضغط على إسرائيل دكتور محمود؟ من يضغط على إسرائيل للوصول إلى وقف؟ أمريكا أمريكا طيب. أمريكا أمريكا تقدم المساعدات وتقدم السلاح من جهة أخرى. نعم، أمريكا تقدم السلاح، هذا ما يقوله مراقب، تقدم السلاح وتقدم أيضا المساعدات من جهة أخرى. أمريكا لديها تضارب، أمريكا ليس لها، أمريكا لديها تضارب. هل ليس، هل لأمريكا الآن لا توجد لها أي، اسمح لي أستاذي الكريم، هل لأمريكا الآن مصلحة بوقف النار أم لا؟ أعتقد أن لها مصلحة، لأنها أصبحت الآن تواجه مظاهرات الطلاب، أصبحت تواجه غضب
في الشارع العربي بشكل كبير، أصبحت تواجه غضب في الشارع الدولي، وأيضا أنا سمعت أمريكا تراجعت بشكل كبير بعد دعمها اللامحدود لإسرائيل في هذه الحرب. كل القيم والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية وغيرها التي كانت تتحدث حقوق الإنسان التي كانت تتحدث أمريكا في هذا الاختبار سقطت سقوطا فظيعا. فأعتقد أن أمريكا هي التي عليها الضغط على إسرائيل. نعم، وضحت هذه الفكرة. بالعودة إلى إعلان المنامة والقمة العربية هناك أستاذ محمد اللحام، يعني اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعني وجه انتقادات لحماس وقال إن ما قامت به في 7 أكتوبر كان عملا منفردا. حماس ردت بدورها وقالت إنها تأسف لتصريحات الرئيس الفلسطيني. إلى أي مدى يعني تتفق مع ما قاله الرئيس في هذا التوقيت؟ لأن البعض قال الرئيس على حق، لكن التوقيت غير ملائم من جهة إنهاء الانقسام الفلسطيني. نعم، من استمع جيدا لكلمة السيد الرئيس أبو مازن في هذه الجزئية وقبل ذلك، هو ركز تماما على العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية هذا العدوان كشريك للاحتلال الإسرائيلي من خلال توفير الدفيئة، ليس فقط العسكرية وهذا الدعم اللوجستي المالي والعسكري، بل أيضا السياسي في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن عبر استخدام الفيتو 3 مرات لعدم دخول مساعدات أو لوقف الحرب. وبالتالي الإدارة الأمريكية هي شريك بهذا الدم، وهي تشد على يد إسرائيل باستمرار القتل والذبح، ومرة ضد تطلعات شعبنا باعتماد فلسطين كدولة دائمة العضوية، وأكد على الاستيطان وما يحدث في الأراضي الفلسطينية. جزئية موضوع 7 أكتوبر هو استنكر استهداف المدنيين، وكل قيادة حماس استنكرت أيضا استهداف المدنيين، وأي واحد ضمن شرائعنا وضمن قوانين ثورتنا ما في أي استهداف للمدنيين. في جزئية خلق يعني المزيد من المبررات، على اعتبار أن نتنياهو لديه أو كان يفتعل العديد من المبررات ولم يحتاج لمبررات جديدة للإغال في دم الشعب الفلسطيني. فيما يتعلق ب7 أكتوبر وأي نظرة بالنسبة لنا في حركة فتح لأي عمل فدائي وأي عمل وطني، هذا على جهة لا يمكن الخدش به. أما مثلا معالجات حركة حماس السياسية ما بعد ذلك، بالتأكيد لنا ملاحظات نقدية على هذا الأمر. نتنياهو أفضل شخص في منظومة الاحتلال الإسرائيلي من يستثمر، هو وظف 7 أكتوبر لأبعد حد في هذه المذابح. نذكر تماما أن نتنياهو كان في حالة تقريبا من العزلة من المجتمع الأوروبي وحتى يعني من الإدارة الأمريكية بشكل نسبي لهذه الحكومة العنصرية بالشراكة مع سموتريتش ونتنياهو وكل العصابة الإرهابية. هو اتخذ نعم نتنياهو من 7 أكتوبر مبررات أكثر للإغال بالمجازر و بهذا التوسع وبهذه الحرب. أستاذ محمد، قد يسأل البعض ما قصده وذهب إليه. نعم، وضحت الفكرة، وضحت هذه الفكرة، لكن اسمح لي بسؤال وأن تجبني به على عجالة إن سمحت لي. فيما يتعلق بانضمام حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما الذي يعني يمنعها حتى الآن؟ هي قالت على لسان قياديها بأنها تريد الانضمام إلى منظمة التحرير وتريد حل الدولتين، لكن من وجهة نظركم ومن وجهة نظرك أنت كفلسطيني، ما الذي يمنعها فعلا من أن تنضم إلى منظمة التحرير؟ يعني هناك العديد من الظروف الذاتية لدى حماس والموضوعية أيضا المحيطة بها قد تمنعها. يعني نحن نأخذ على حماس موضوع الإرادة السياسية غير المكتملة لدى قيادتها على اعتبار ارتهانها لعمق اسمه الإخوان المسلمين، وهو من يقرر لهم، بالإضافة لإيران ويعني وتركيا. وبالتالي هذا التدخل للأسف الإيراني هو لا يخدم بالمطلق الحالة الفلسطينية، والارتهان لهذا الخيار أيضا نحن ندرك تماما بأن إيران تسوق نفسها في حالة عدائية مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكننا مقتنعين تماما أن العلاقة ما بين إسرائيل وإيران هي علاقة تنافسية وليست علاقة عدائية، علاقة تنافسية على حالة من التوسع كأصحاب مشروع. هنالك مشروع إيراني وهنالك مشروع إسرائيلي وهنالك مشروع تركي في المنطقة، 3 مشاريع. وللأسف لنعترف أيضا بأن العرب ليس لديهم مشروع، نتمنى
أن يتبلور مشروع قومي عربي يعني يقدر يواجه المشاريع التي تطمع بالوطن العربي والتي لا تعطي الوطن العربي حالة من الاستقرار تؤدي إلى الازدهار. وبالتالي نتمنى على الإخوة في حركة حماس، ونصر على كلمة الإخوة يعني على اعتبار أنه أضلع منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جبهوي عريض للشعب الفلسطيني وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، نعم تستوعب حماس وتستوعب الجهاد، والحضن الفلسطيني أكيد هو أدفع مليون مرة من أي حضن خارجي. هاي فرصة مش معقول يعني هذا المنسوب العالي من الضحايا من الشهداء في الأرض الفلسطينية لا يدفعنا باتجاه الوحدة. صحيح، الكثيرون قالوا بأن هذه الفرصة يعني الحالية هي الفرصة الأفضل للم يعني الأشقاء الفلسطينيين فيما بينهم الأخوة الفلسطينيين. أعود إليك دكتور سالم، يعني كلما طرحنا هذه المواضيع فيما يتعلق بإنهاء الانقسام الفلسطيني، يعني الفلسطينيون شقي حماس وفتح ذهبوا إلى موسكو كما تعلم مؤخرا ثم إلى بكين، وفي أحد المرات يعني قال لي العديد من الضيوف هنا أنه لماذا لا تحتضنهم دولة عربية مجددا وتنهي هذا الانقسام الذي وفقا لما قالوه بأنه سيسرع من إيجاد حل القضية الفلسطينية؟ أنا أؤكد في الحقيقة أن أحد الأسباب هو ما تحدث عنه الزميل الضيف الذي سبقني، وهو أن هناك يعني قوة معينة تتنازع القرار، ربما الحمساوي أو بعض المنظمات الفلسطينية. الشيء الآخر يعني ربما هناك مشكلة في الذاكرة العربية لدينا. المملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة سبقا اجتمعت بالأشقاء الفلسطينيين، وسبق أن تعهدوا أو يعني تأكدوا للقيادة في ذلك الوقت بأنهم ماضون إلى يعني الوحدة وماضون إلى كل ما يحقق مآرب أو مقاصد الشعب الفلسطيني في كرامته وفي وحدته. ثم كان هناك العام قبل الماضي كانوا في الجزائر، وكان هناك عمل كبير قامت به القيادة الجزائرية، ويعني أعلنت على أنها هناك حالة توافق بين الجوانب الفلسطينية. أنا أعتقد الدول الأخرى التي ذهب إليها الأشقاء سواء كان الصين أو غيرها هي تستفيد من الحضور الفلسطيني وتستفيد من زخم القضية الفلسطينية أكثر مما يستفيد الفلسطينيون، لأن الجانب الفلسطيني في الحقيقة الخلاف بين الأشقاء الفلسطينيون، وأنا أعرف أنهم حساسين ولا يريدون أحدا يتدخل فيه، وهذا ليس تدخلا لكن هذا مجرد رأي يعني من أكاديمي عربي، أن الموضوع في الحقيقة يجب أن يطرح يحل كما نحن نشاهد اليوم حالة انسجام أو تناغم أو توافق في الرؤى العربية والإجماع على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية. يجب أن يكون هناك مقاربة تحل البيت الفلسطيني، تحل المشكلة الفلسطينية. كيف يكون ذلك الحل؟ الفلسطينيون يجب أن يجلسوا مع بعضهم، ويجب أن يكون لهم كبير، خاصة الجهة التي تحظى بالاعتراف الدولي وتحظى بالاعتراف العربي، والتي جاهد المؤسسون في حركة فتح إلى أن تصبح هي الممثل الشرعي والوحيد، ومثلتهم في أكثر من مكان في العالم. كل هذا في تقديري الجانب الفلسطيني يجب أن ينتج حلاً يتناغم مع الحلول التي تنتجها الحالة العربية العامة لكي يكون هناك تماهي. الآن المنظومة العربية أمام أولاً الدفع بحل الدولتين، ثم الدفع قبل ذلك بإيقاف الصراع الآن الموجود أو العدوان الموجود على الفلسطينيين، ثم قضية أن يكون هناك قوات دولية تحفظ الأمن والسلم والاستقرار والسلم الأهلي بين الفلسطينيين. هذه المراحل في تقديري لن يمكن لها النجاح إذا لم يكن هناك حالة من التناغم وحالة صحيح. من الانسجام بين القوى الفلسطينية. أختم مع الدكتور محمود، يعني لطالما يعني وفقا بالعودة إلى إعلان المنامة طالبت القمة بدعم الحكومة الفلسطينية ودعم منظمة التحرير الفلسطينية، لكن هنالك تقارير أخرى تتحدث دكتور محمود عن خلافات داخلية بين حماس شقيها العسكري والسياسي. إلى أي مدى هذه أيضا الخلافات يجب أن تحل، وأيضا تحل وتنطوي هذه الحركة ضمن منظمة التحرير حتى يتم الإسراع بإيجاد حل أولا لما يحدث في غزة من هذه المأساة الإنسانية وعدد الضحايا الهائل؟ لا أعتقد أن هناك خلافا بين الجناح العسكري والجناح السياسي في حماس. أعتقد أن الجناح العسكري
يعني ينفذ ما يريد ولا خلاف على ذلك. لكن النقطة اللي حضرتك أثرتها وهي الخلافات الفلسطينية التي أتمنى أن تتلاشى خلال هذه الفترة، لأن يعني فلسطين والعرب أحوج ما يكون إلى لم الشمل الفلسطيني، إلى لم الجسد الفلسطيني، لأن يعني أي خلاف سيؤدي إلى ضياع القضية. يكفي ما الموجود في إسرائيل من نزاعات داخلية، هناك صراعات داخلية داخل إسرائيل بشكل كبير، حتى داخل الفئة الحاكمة أو مجلس الوزراء، أيضا مع أهالي الرهائن ومع فئات من الشعب ومع بعض المراكز، لكن وهذا أيضا يعني أمر صعب. فلا يجب أن تكون هناك في فلسطين أيضا خلافات أو مشاكل. أعتقد أن مصر بذلت جهود السنوات القليلة الماضية للم الشمل الفلسطيني وحتى الآن لا توجد خلافات بشكل كبير، ولا أدعو أن يتم فتح خلافات أو التوافق. المفروض الناس كلها دلوقتي في فلسطين تركزها على إيقاف ماكينة الحرب الإسرائيلية، حرب اللي بدلت تقودها إسرائيل، ثم بعد ذلك يمكن التوافق على بعض الأمور. وأعتقد أن يعني ممكن الفترة دي كانت من الفترات خلال حتى فترة الحرب كان هناك توافق كبير بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، سواء توافق بالرضا أو توافق بالصمت حتى لا يحدث أو لا تعلن هذه الانشقاقات أو الخلافات. وهذا كان أمر جيد، أرجو أن يستمر، لأن كما قلت فلسطين تحتاج إلى التوافق الآن أكثر من أي وقت مضى. جزيل الشكر لكم ضيوفي جميعا من القاهرة، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ المصري الدكتور محمود مسلم، ومن بيت لحم كان معنا عضو المجلس الثوري لحركة فتح الأستاذ محمد اللحام، ومن العاصمة السعودية الرياض كان معنا المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي. شكرا لكم جزيلا على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حاسمة في الحرب ضد حماس. وأضاف نتنياهو أثناء حديثه مع جنود في منطقة رفح أن معركة رفح ستقرر أشياء كثيرة في هذه الحرب على حد تعبيره. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن عملية رفح مستمرة وسيجري الدفع بقوات إضافية في المنطقة، مشيرا إلى أن حماس باتت لا تملك احتياطات ولا قدرات تصنيع أسلحة ولا إمدادات حتى. أنا برفح والتقيت قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 162 وقائدي اللواء 84 و401، نفذنا هجمات على مئات الأهداف. قواتنا تناور ووصلت قرب خطوط حماس، وهذه العملية ستستمر من خلال قوات إضافية ستدخل إلى المنطقة. دمرنا أنفاقا وسندمر أخرى قريبا. حماس لم يعد تنظيما قادرا على التجدد، لا يملك احتياطات ولا قدرات تصنيع أسلحة ولا إمدادات، وليس لدى حماس القدرة على معالجة الجرحى كما ينبغي. في تطورات الوضع في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، شن حزب الله غارة بطائرة مسيرة على موقع عسكري شمال إسرائيل، أدت وفق الجيش الإسرائيلي إلى جرح 3 جنود. وفقا لمراقبين تعد هذه المرة التي يعلن فيها حزب الله عن تكتيكات جديدة في هجماته ضد إسرائيل، إذ أعلن الحزب لأول مرة استخدام مسيرة تطلق صواريخ قبل الانقضاض على أهدافها. وكان الحزب قد أعلن عن استهداف 7 مواقع إسرائيلية على الأقل، أحدها في المطلة بمسيرة هجومية مسلحة بصاروخين من طراز S5. وعلى الجبهة المقابلة أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على قرى حدودية جنوب لبنان، واستهداف تجمع الحزب الله على طريق قانا ما أدى إلى مقتل 2 من عناصره. أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي جولة في مقر الفرقة 210 برفقة قائد المنطقة الشمالية، وأكد على ضرورة الجاهزية العالية، مشددا على أن الجيش سيتخذ القرارات وفقا للتطورات، موضحا أن الجيش قادر على إنجاز المهمة بشكل ممتاز، وقد تم تدريب الجنود وإطلاعهم على الخطط.
تم تدريب الجنود وهم مطلعون على الخطط، فلدينا كل ما نحتاج ونستطيع إنجاز هذه المهمة بشكل ممتاز، وهذا ما تقولونه لي، حيث تلقيت انطباعا بأنكم على مستوى عال للغاية من الجاهزية. الشيء الأهم هو الجاهزية العالية، بالإضافة إلى ردود الأفعال القوية وتحديد الأهداف الصحيحة وضرب الجانب الآخر. أناقش هذه التطورات اللبنانية مع ضيفي من لبنان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ بشارة خير الله، ولكن اسمح لي أستاذ بشارة أن أنوه بهذا العاجل الذي يظهر أمامك وأمام السادة المشاهدين، أنباء تتحدث عن سماع دوي انفجار عنيف في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن في هذه اللحظات. إذن دوي انفجار عنيف يهز مدينة مأرب شمال شرقي اليمن. مرحبا بك مجددا أستاذ بشارة، ويسعدنا دائما وجودك معنا. فيما يتعلق بداية نسأل هنا، وفقا لهذا التصعيد الجاري واستخدام تكتيكات جديدة لحزب الله في هذا في هذه المعركة، دعنا نسميها بهذا الوصف كما يقول مراقبون، هل باتت الحلول الدبلوماسية حظوظها أقل من ما يجب أن يكون خلال هذه الفترة؟ يعني أنا أستطيع أن أقول لك ليس هناك من إمكانية لحلول دبلوماسية، الحل موجود بالميدان، والمعركة اليوم طال أمدها، ويعني وصلت حرب الاستنزاف إلى المراحل الأخيرة، حتى لو يعني قيل عكس ذلك بالإعلام، الكل يسابق الوقت. من جهة الإسرائيلي نتنياهو يسابق الوقت في ظل معارضة أمريكية اليوم، وبدأ ظهور علامات معارضة بالداخل. حزب الله من جهته أيضا يسابق الوقت، لأنه الجنوب مدمر بالكامل، وهناك خسائر كبيرة وكبيرة جدا يعني خسائر بشرية وخسائر يعني في الحجر والبشر، وأيضا يعني بغزة ومحيط غزة ورفح وكل ما يتعلق بالجهاد الإسلامي وحركة حماس كمان الخسائر كبيرة. بالإنجليش في جملة lose lose situation، معادلة الخاسر خاسر، الكل خاسر. لكن بهذه المعادلة أيضا يبقى الإسرائيلي هو يعني الأقوى بين كل المتخاصمين أو المتحاربين اليوم، لأنه يعني مزود بكل الأدوات التكنولوجية التي تمكنه من إطالة أمد الحرب أكثر من فريق حزب الله. حزب الله من جهته يحاول إظهار يعني القوة أو الندية في الحرب، لكن هذا الكل بيعرف أنه مش موجود. يعني حتى لو طلع مسيرة وشو ما طلع، الكل بيعرف أنه يعني التفوق اليوم هو لمن يملك تكنولوجيا أكثر ولمن يملك يعني قدرة قتالية عالية. وضحت هذه الفكرة أستاذ بشارة، لكن دعنا نتحدث عن الشأن الداخلي اللبناني. إلى ماذا يعني أزمة، دعنا نسميها بالأزمة أيضا كما تقول التقارير الصحفية، تعيين رئيس أو انتخاب رئيس جديد للبنان أسهم فعلا في تعقيد الأمور على جبهة الجنوب؟ لا، يعني جبهة الجنوب أسهمت في تعقيد الأمور على انتخاب الرئيس، لأنه يعني الفريق الممسك بزمام الأمور هو، أو يعني أنا بحب سميه الخاطف للدستور اللبناني ولقرار الدولة، هو فريق حزب الله، يعني الذي بدأ المعركة ب8 تشرين ووضع مفتاح قصر بعبدة والقصر الجمهوري يعني القصر الرئاسي في جيبه، وقال نحن ذهبنا لمناصرة غزة ومساندة غزة، حرب المساندة بدأت من لبنان، ونحن ذهبنا إلى مبدأ ربط الساحات ولن نتكلم برئاسة الجمهورية يعني قبل ما تخلص المعركة. حزب الله ربط موضوع رئاسة الجمهورية بموضوع الجبهة الجنوبية مع إسرائيل بموضوع الحرب الدائرة في بين إسرائيل على أرض غزة مع 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 حماس. صحيح. لذلك الوضع الرئاسي معقد بسبب هذا الفريق الذي لا يريد التخلي عن أي شيء. يعني المطلوب من حزب الله فقط اليوم يقول إنه أنا سأذهب يعني بالكتل النيابية اللي أنا بمثلها، سأذهب إلى المجلس النيابي ولن أعطل النصاب وليربح من يربح. هذه الجملة الوحيدة اللي مش قادر تاخذها منه، لأنه يريد خطف كل شيء للمقايضة سياسيا على الحدود مع إسرائيل. طب البعض يسأل، ألا من جهة ما فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا يمكن لها أن تضغط، أي أنها تمتلك أوراق ضغط فيما يتعلق بتحريك ملف الرئاسة؟
حكما لن يتحرك ملف الرئاسة قبل أن تأتي الحلحلة على الطريقة الإيرانية الأمريكية. يعني حزب الله اليوم متى أخذت إيران أو متى انتزعت إيران أي وعد من الأمريكي برفع العقوبات أو ما يشابه، يتنازل حزب الله عن التشدد بموضوع الملف الرئاسي. هناك سوابق كثيرة تدل أن حلحلة في لبنان حصلت بسبب حلحلة أخرى أخذها الإيراني في العراق. لذلك أنا بقول لك نعم، الموضوع اللبناني مربوط بما يحدث بالإقليم وبما يحدث بغزة وإسرائيل والعراق واليمن وغيرها، لأنه حزب الله يقول أنه أكلنا وشربنا ومالنا وسلاحنا عند الولي الفقيه، وهذا الإيراني يريد أن يؤمن بعض المكاسب من الأمريكي، والأمريكي اليوم هو المايسترو أو سوبر باور. فإذا ينتظر الإيراني من الأمريكي إعطاءه أي مكسب حتى يتنازل عن الورقة الرئاسية. البعض يرى فيما يتعلق بالملف، وهذا ليس ببعيد على فكرة، على فكرة أنا أقول أنه هذا الأمر لم يعد بعيدا بتقديري أنا. طيب، البعض يرى هنا أستاذ بشارة بأن أيضا موضوع عزوف المرشحين، أقصد بعيدا عن فرنجية وأزعور وأيضا فرام، فيما يتعلق بعزوف هؤلاء المرشحين لشغر كرسي الرئاسة، يبدو أنه يشكل سببا بشكل أو بآخر على موضوع شغور هذا الكرسي أو هذا الملف في اتجاه حله. كيف تعلق على هذا؟ سيدي الكريم، لابد من توضيح نقطة أساسية مهمة بتتعلق بالدستور اللبناني. لا يتحدث عن مرشح، في أي شخص مواطن لبناني بيكون نايم بتخته، إذا بيجتمع المجلس النيابي وبينتخبه بيصير رئيس للجمهورية. ليس هناك آلية للترشح، ليس هناك أي شيء دستوري يقول أن هذا يريد تأمين الأوراق كرمال يترشح. ما في منها هيدي، الرئيس ينتخب من قبل المجلس النيابي، النواب عندهم آلية حتى يترشحوا وعندهم شروط وعندهم بس رئيس الجمهورية أي ماروني في لبنان، لأن العرف يقول أن رئيس الجمهورية في لبنان ينتمي إلى المذهب الماروني، مسيحي ماروني. أي ماروني في لبنان يمكن أن ينتخب هو وغافي بدون ما يعمل أي حركة. لذلك لا، ليس هناك آلية، هناك إعلان نية. بيجي شخص بيقول أنا حابب يكون مرشح، بيعمل اتصالاته مع النواب. الكل يعرف اليوم ان الافق مسدود بهذا الشان، لانه فرنجي المدعوم، سليمان فرنجي الوزير السابق المدعوم من قبل فريق حزب الله، لا يزال حتى اللحظه يقول انا اتمسك بترشيحي. لماذا؟ لان فريق حزب الله يقول له ابقى في ترشيحك، لان حزب الله ينتظر مقايضه. الكل بيعرف ان لا امل لسليمان فرنجي بالوصول الى الرئاسه، لانه ليس هناك من كتله نيابيه وازنه تايده، وما في امكانيه تزيد، ولو بدها تزيد كانت زادت، صرنا اكثر من سنه معطلين البلد. طب هل من كلامك استاذ بشاره، هل حزب الله سيرحل هذا الملف الى 2025 للعام المقبل؟ أنا بتقديري لا، أنا أرى في أنا كتار بيقولوا إنه ما في رئاسة بال 2024 وسيرحل الملف إلى 25. أنا أعتقد عكس ذلك، أنا أقول إنه في بليلة ما فيها ضوء قمر بتصير حلحلة إقليمية بين أمريكا وإيران، تأتي الرئاسة بظرف أيام، ما بيكون حدا حسب لحساب. جزيل الشكر لحضرتك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات أيضا وسهل. من بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ بشارة خير الله. في العراق، أشاد الناطق باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بريب بقرار المحكمة الاتحادية قبول طعن الحزب ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات بتعليق الإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان الإقليم. شدد على أهمية مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن إجراء الانتخابات من دون مشاركة أحد الحزبين الرئيسيين صعب، وقال إن على الجميع محاولة إقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود برزاني بعدم مقاطعة هذه الانتخابات. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت مطلع الشهر الحالي أمرا بوقف إجراءات تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في 10 يونيو، إلى حين حسم شكوى
قدمها رئيس الحكومة أو رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني. وحددت المحكمة العليا الأحد المقبل موعدا للنظر في الشكوى المقدمة من برزاني والمتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها للانتخابات. في السياق، حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، حثت على إجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان في موعد لا يتجاوز 4 أشهر من الآن، وأوضحت أن هناك حاجة ماسة إلى انتخابات في الإقليم بمشاركة جميع القوى وبوجود الكوتا الخاصة بتمثيل الأقليات. بلاسخارت شددت على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجمود السياسي ما يزال يعرقل تشكيل الحكومة المحلية في محافظتي ديالا وكركوك. ورأت بلاسخارت أن مكافحة داعش ما تزال مصدر تعقيد للجميع وتنذر بمشكلات مستقبلية في العراق، مؤكدة ضرورة ضمان عودة آمنة للنازحين إلى ديارهم من دون إكراه. قال السيناتور الجمهوري لينسي غراهام في حديث خاص إلى الحدث إن المرشد الإيراني لا يكترث لحزب الله وحماس وأنه مهتم فقط بالسلطة. لا أظن أن المرشد الإيراني يهتم حقا بحزب الله أو بحماس، فهو مهتم فقط بالاستحواذ على السلطة، وأجندته في المنطقة تقوم على الفوضى. في المقابل، فإن أجندة ولي العهد السعودي هي لمستقبل أفضل على أساس الأمان والاستقرار. لليوم الرابع على التوالي تشهد جزيرة كاليدونيا الجديدة حوادث دامية تسببت بمقتل 4 أشخاص وأصابت أكثر من 200 بجروح. الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي ضمتها فرنسا إلى أقاليم ما وراء البحار التابعة لها، لكن السكان الأصليين يطالبون بالاستقلال، وهو ما ردت عليه باريس بإرسال الجيش. فادي الدهوك والتفاصيل نتابع. انتشر الجيش الفرنسي في كاليدونيا الجديدة إحدى مقاطعات فرنسا ما وراء البحار جنوبي المحيط الهندي، وذلك بسبب أعمال عنف اندلعت بعد تصويت مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون يوسع شريحة من يحق لهم التصويت في الاستفتاءات لتشمل المولودين في المنطقة والمقيمين منذ أكثر من 10 سنوات من الأوروبيين والفرنسيين. هذا الأمر اعتبره الكناك وهم السكان الأصليون محاولة لإضعاف ما يقولون إنه نضال لنيل الاستقلال عن فرنسا. رئيس الحكومة الفرنسية أعلن نشر 1000 عنصر أمن إضافي سينضمون إلى نحو 1700 يتواجدون بالفعل في كاليدونيا الجديدة، بالإضافة إلى حظر تطبيق تيك توك وأصدار عقوبات شديدة على مرتكبي أعمال العنف. نشر عناصر الشرطة سيتم عبر جسر جوي يضمن تحرك القوات الفرنسية بسرعة إلى المنطقة الواقعة على بعد نحو 20,000 كيلومتر من البر الفرنسي. أعمال العنف أدت إلى مقتل 4 أشخاص حتى الآن، بينهم 2 من الشرطة، وإصابة نحو 200 من المناهضين لفرنسا، في مواجهات اتهم وزير الداخلية الفرنسي جمهورية أذربيجان بدعمها، الأمر الذي نفته باكو عبر وزارة الخارجية الأذربيجانية. في نهاية هذه الساعة دائما تابع الحدث على منصات التواصل وأيضا الحدث دوت نت. دقائق قليلة وأعود وألتقي بكم، إلى اللقاء.
في أزمة حقيقية في ليبيا. هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جهود سياسية وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم ونسأل ونبحث ونتحرى لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع.
نتنياهو يقول إن معركة رفح حاسمة، وواشنطن تتوقع إدخال مساعدات لغزة عبر الرصيف البحري خلال أيام. حفتر يقول إن المسار السياسي الليبي لم يتحرك رغم اجتماعات كثيرة مليئة بالوعود الفارغة. المعارك تحتدم بين الجيش والدعم السريع في الفاشر، والسكان يفرون بحثا عن ملاذ آمن. واقعة اختفاء شاب ثلاثيني لثلاثين عاما بحفرة بمنزل جاره تذهل الجزائريين، والسلطات تحقق للوقوف على الأسباب. هل المختطفين المغاربة في ميانمار يصعدون بوقفة احتجاجية تطالب السلطات التدخل لتحرير أبنائهم؟ مرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعتنا الثانية من جولتنا الإخبارية هذه، ونبدأها فيما يتعلق بتصريحات الولايات المتحدة، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة تتوقع إدخال وقود ومساعدات أخرى إلى قطاع غزة عبر الرصيف العائم خلال الأيام المقبلة، وأضافت أن البيت الأبيض لا يزال قلقا إزاء إدخال المساعدات إلى غزة عبر عمليات إغاثة محدودة. أعلنت في السياق ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الانتهاء من بناء ميناء المساعدات المؤقت في غزة، وأكدت واشنطن إنجاز ربط الميناء العائم المخصص للمساعدات بشاطئ غزة، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات وتنسق توزيعها في قطاع غزة. القيادة الأمريكية قالت إن بدء إرسال المساعدات عبر الميناء سيكون خلال أيام، مشيرة إلى عدم دخول أي قوات أمريكية إلى القطاع في إطار جهود إرسال المساعدات. جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي الانتهاء من ربط الرصيف العائم في قطاع غزة بنجاح، وأضاف الجيش أنه وبالتعاون مع نظيره الأمريكي تم الانتهاء من بناء الرصيف على مدى الأسابيع الأخيرة، مؤكدا أنه سيبدأ في استقبال دخول الشاحنات خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيسهل عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. نقف الآن على مقربة من اللسان البحري الذي يعرف بميناء غزة الجديد التي تقيمه السلطات الأمريكية في منطقة الشيخ عجلين، وتحديدا التي تقع في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة. هذا الميناء البحري الذي كان من المقرر أن يكون لاستقبال السفن، سفن المساعدات القادمة إلى غزة خاصة إلى المناطق الشمالية في ظل هذه الحرب التي لا زالت متواصلة على الفلسطينيين وعملية إغلاق المعابر، ولا يوجد أي من المساعدات تأتي من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية. هذا الميناء لعلكم تشاهدونه ترسو يعني على لسانه إحدى السفن التي هي تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين الذين هم بحاجة ماسة لها هنا في المناطق الشمالية من قطاع غزة. الفلسطينيون ينتظرون أيضا وصول العديد من السفن التي بعضها قبالة بحر مدينة غزة، وترسو قبالة ستة سفن، حوالي ستة من السفن المحملة بالمساعدات، وبعض السفن لا نعرف ماهيتها التي تبعد أميال عن شاطئ بحر مدينة غزة. هذا الميناء البحري أو اللسان البحري الذي تقيمه السلطات الأمريكية هو يمتد من شاطئ بحر مدينة غزة بعمق تقريبا نحو 100 متر أو 150 مترا داخل المياه في بحر منطقة الشيخ عجلين إلى الجنوب الغرب من مدينة غزة، والذي سترسو عليه هذه السفن المحملة بالمساعدات للفلسطينيين الذين يتواجدون خاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة. وبات الفلسطينيون عددهم في المناطق الشمالية لوادي غزة نحو 700 ألف نسمة، هم بحاجة ماسة لكل المساعدات، وأن تصل هذه المساعدات لكل بيت فلسطيني. لقناتي العربية والحدث خضر السعنون من على مقربة من ميناء غزة الجديد.
قال مارتن جريفيث منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة أنه لم يتبقى تقريبا أي مخزونات من المواد الغذائية في جنوب غزة، وإدخال الوقود بات شبه مستحيل، مشيرا إلى أن العملية الإنسانية في غزة عالقة ولا يمكن التخطيط لها منذ الهجوم الإسرائيلي على رفح. وأوضح جريفيث أن الأمم المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على الخطط للتأكد من جهوزية التعامل مع توصيل المساعدات عبر الرصيف البحري الأمريكي، وأكد أن المنظمة الدولية ممتنة لوجود ممر المساعدات البحري إلى غزة، لكن الجهود الإنسانية يجب ألا تعتمد على رصيف بحري بعيد عن المناطق التي تشتد فيها الحاجات أو الحاجة للمساعدات. جريفيث نوه إلى أن دخول المساعدات برا هو المسار الأسرع والأكثر وضوحا لتجنب أهوال المجاعة. مخزونات المواد الغذائية التي كانت موجودة جنوب غزة تنفذ. أعتقد أننا نتحدث عن نفاد كل شيء تقريبا، وقريبا جدا لن يتبقى أي شيء حتى في المحلات والأسواق. الإمدادات الطبية في المستشفيات أيضا أمامها أسبوعان أو ثلاثة أسابيع لتنفذ. هذه المعطيات يتسبب فيها الوضع العسكري الحالي في القطاع، وبالتالي فإن العملية الإنسانية عالقة. عالقة كليا، لا يمكننا أن نفعل ما نريد القيام به. ما أعتقد أنه مأساوي للغاية هو أن جميع التنبؤات التي قدمها كثيرون بمن فيهم نحن حول عواقب العملية في رفح تتحقق. هناك بالفعل نزوح جماعي، نحو 600,000 شخص نزحوا من رفح. إلى العريش المصرية هذه المرة، ومعي من هناك مراسل الحدث أحمد عثمان. أحمد مرحبا بك ويعطيك ألف عافية. نسأل عن تكدس المساعدات وهذه المساعدات المكدسة وفقا للتقارير، أين يتم تخزينها وهل فعلا المخازن جاهزة لاستقبال هذا التكدس الكبير؟ نعم، إذا تحدثنا عن مدينة العريش فهي مليئة بالشاحنات، يعني شوارع العريش مليئة بشاحنات في أكثر من مكان، سواء فيما يتعلق بالطرق التي تربط ما بين العريش أو الطريق الرئيسي الذي يربط ما بين مدينة العريش ومدينة رفح. هناك المئات من الشاحنات المكدسة وعليها أطنان من مواد غذائية، من مواد إيوائية، من مستلزمات طبية. حتى الآن أيضا هناك استمرار لتدفق الشاحنات عبر مطار العريش. الكثير من الدول والمؤسسات الإغاثية مستمرة في إرسال هذه الشاحنات إلى مطار العريش دون توقف حتى الآن. حتى في محيط مدينة رفح وفي المسافة التي تربط ما بين رفح والعريش في مناطق مثل الشيخ زويل وغيرها، هناك أيضا تواجد كبير للشاحنات التي تحمل هذه المواد الغذائية. فيما يتعلق بعمليات التخزين، عمليات التخزين ربما كانت واضحة المعالم منذ الأيام الأولى لهذه الحرب. تم تخصيص منطقة باسم مخازن درغام يتم فيها تجميع جميع هذه المساعدات، ومنها يتم تعبئتها ووضعها داخل الشاحنات التي يتم تدفقها. نحن نتحدث عن أن الوضع في غزة قبل 7 أكتوبر الماضي كانت غزة تستقبل من مصر ما يقرب من 500 شاحنة. إذا تحدثنا عن الوضع حينما كان هناك فتح لمعبر رفح، نتحدث عن متوسط 200 شاحنة. الكثير من المتابعين أكدوا بأن حتى في هذه الأعداد 200 شاحنة أو متوسط 200 شاحنة هي نقطة في بحر كما كان يصفها كثيرون في هذا التوقيت. نتحدث الآن أنه منذ حوالي 10 أيام ومنذ سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني لا يوجد أو لم يتم دخول أي شاحنات خلال هذه الأيام العشرة، مما يلقي الضوء والتساؤل حول مصير هذه الشاحنات. بعض هذه المواد ربما تحمل وقت للصلاحية قد ينتهي خلال صحيح. أيام، ومن ثم هناك غموض حول مصير هذه الشاحنات ومتى سيتم دخولها إلى القطاع وفق التطورات الأخيرة. جزيل الشكر لك أحمد عثمان مراسل الحدث من العريش المصري على كل هذه المعلومات والإيضاحات، يعطيك ألف عافية، شكرا. أوكي. ارتفعت وتيرة هجمات المستوطنين واعتداءاتهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وأجبرت العشرات من التجمعات البدوية على الرحيل بفعل قوات السلاح. بعد غربة امتدت لأكثر من 30 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، عاد أبو محمود إلى مسقط رأسه قرية برقة، لكنه لم يسلم من هجمات المستوطنين المتكررة على أرضه المتجذر بها.
أنا عشت 35 سنة في أمريكا ورجعت أستثمر في وطني، وأتمنى من جميع المغتربين إنهم يرجعوا ويستثمروا في وطنهم، لأن مش رايحين نتركها للمستوطنين وللغزاة اللي جايين يحتلوا بلادنا. قرية برقة واحدة من القرى التي ظلت عرضة للاعتداءات، حيث أحرق المستوطنون فيها عشرات المنازل والمركبات، حتى أضحى أهلها يلقبونها بالقرية المنكوبة. خلال 20 يوم الأخيرة أكثر من 4 هجمات من المستوطنين أدت إلى إصابة حوالي 12 شاب عندنا، وحرق بيوت وحرق بركسات. هذه القرية المنكوبة التي لا يوجد لها إلا مدخل واحد من جهة دير دبوان بسبب إغلاق مدخلها الرئيسي منذ 25 عام تعاني الأمرين. ومنذ 7 أكتوبر تسارعت وازدادت اعتداءات المستوطنين لا سيما ضد التجمعات البدوية، فأكثر من 26 تجمعا أخلي بقوة السلاح. هذه التجمعات البعض منها تهجر لأكثر من 6 مرات منذ عام 48، جزء منهم كانوا من المهجرين من القرى والبلدات الفلسطينية في عام 48، ومن ثم بدأوا بعملية التنقل والسعي للبحث عن لقمة عيشهم، ولكن هذا اللقمة هي مطاردة وملاحقة من المستوطنين وجيش الاحتلال. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن 14 فلسطينيا فارقوا الحياة برصاص المستوطنين الذين يتقدمون المشهد بضوء أخضر من أقطاب حكومة تل أبيب. وبين الحرب على الجبهة الشمالية وأخرى على الجبهة الجنوبية، فإن حربا صامتة تقودها إسرائيل على جبهة الضفة الغربية، لكن بأدوات وأياد مختلفة، عنوانها مجموعات المستوطنين التي تتبادل الأدوار مع القوات الإسرائيلية على الأرض في استغلال الانشغال بما يجري في قطاع غزة لمحاولة إفراغ الضفة الغربية وترويع سكانها وطردهم لإحلال المستوطنين. من قرية برقة شرق رام الله، فالح نصير فالح، الحدث. اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتصعيد الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة، داعية من المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح. وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب أفريقيا إن جنوب أفريقيا كانت تأمل بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها، مضيفا لكن بدلا من ذلك استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة. استمعت المحكمة إلى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمدة للمساعدات في قطاع غزة. أناقش هذا الأمر مع ضيفي من لندن المحامي وأستاذ القانون الدولي الأستاذ أمجد السلفيتي. أستاذ أمجد، مرحبا بك معنا على شاشة الحدث. هل يمكن القول بأننا بتنا أقرب إلى إصدار المحكمة محكمة العدل الدولية قرارا بوقف النار في قطاع غزة وتحديدا بوقف الهجوم على مدينة رفح؟ طبعا مساء الخير إلى كل المشاهدين. هناك مسألتين، يختلف هذا الطلب عن الطلب التي تقدمت به جمهورية جنوب أفريقيا في الشهر الثالث من هذا العام، وهو بأن ما قالته المحكمة بالاستماع في الشهر الثالث هو أن 8 قضاة من أصل 15 قاضي وافقوا على إعطاء خطوات احترازية أو إعطاء قرار بهذا الموضوع لوقف إطلاق النار ولإيقاف الإبادة ولإدخال المساعدات الطبية وكذلك المواد الغذائية. وكذلك هناك أيضا مسألة أخرى يمكن أن تؤثر على قرار هذه المحكمة في هذه الجولة، وهو أن سمعة المحكمة أصبحت على المحك الآن، خاصة وأن الأدلة التي استندت إليها فريق الدفاع أو فريق القانوني لجمهورية جنوب أفريقيا كانت دامغة جدا، وأكدت بأن الإجرام الإسرائيلي في تصاعد، وأن المقاومة ليست فقط موجودة برفح، لكن ما هو موجود برفح هو المفروض المكان لا آمن لمليون ونصف فلسطيني. وإسرائيل إذن تعمدت في حصار رفح وضرب رفح للانفراد أو لتنفرد بالمدنيين وللإطاحة ولإعدام هؤلاء المدنيين والإطاحة ب
فرص الحياة الأخيرة المتوفرة بالقطاع للفلسطينيين. إلى أي مدى احتمالات النجاح أعلى بكثير؟ نعم، وهذا الأمر يفتح سؤالا، الدور المصري أيضا أستاذ أمجد، الدور المصري والدعم المصري لجنوب أفريقيا في هذه القضية إلى أي مدى يسرع فعلا بإصدار حكم ما قريبا؟ يعني هو يرجح لا يسرع، القرار قرار قانوني، قرار معتمد على المواد التي استندت إليها جنوب أفريقيا من قرائن وقرارات وتقارير ودلائل، وهناك يعني على الأرض يعني بعين الكاميرا يسجل يوميا أحداث إجرامية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، ولذلك هذا ما سيقرر. ولكن بكل تأكيد أي دولة انضمت إلى دعم هذا الطلب هو يعزز من هذا الطلب أمام المحكمة، ويؤكد أن هناك شبه يعني ازدياد في عدد المؤيدين والرافضين، المؤيدين لحماية المدنيين الفلسطينيين والرافضين لما تقوم به دولة إسرائيل في داخل قطاع غزة بكل نعم. تأكيد. وفد الجنوب أفريقيا يعني في آخر تصريحاته قال بأن إسرائيل عملت المحكمة بازدراء، ما مدى تأثير ذلك فعلا؟ كما أشرت في بداية الحديث أن هناك عامل مهم بهذه الجولة، أن المحكمة أيضا تريد أن تحافظ على ماء الوجه وسمعتها كمؤسسة مهمة دولية تابعة لهيئة الأمم المتحدة، وهي أعلى سلطة كونية لمعالجة القضايا العالمية والمحافظة على السلم العالمي. ولذلك أعتقد أن المحكمة ستكون حريصة أن تحافظ على سمعتها وعلى مصداقيتها، وهذا الهجوم الغير مبرر من قبل الصهاينة يستفز المحكمة ويستفز المجتمع الدولي بأسره، ومثل ما هناك ضغط من أنظمة غربية على هذه المحكمة، هناك ضغط من الشعوب، من الطلاب، من يعني شرائح من منظمات حقوقية في أنحاء العالم تطالب هذه المحكمة بأن تقوم بدورها بشكل يعني جيد. جزيل الشكر لحضرتك على هذه الإيضاحات من لندن، كنت معنا المحامي وأستاذ القانون الدولي الأستاذ أمجد السلفيتي. وفي النشرة أيضا ولكن بعد الفاصل، وقعت اختفاء شاب لثلاثين عاما بحفرة بمنزل جاره تذهل الجزائريين والسلطات تحقق للوقوف على الأسباب. خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداثا صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير.
مرحبا مجددا إلى السودان هذه المرة، حيث قال شهود عيان وموظفو إغاثة إن السكان في مدينة الفاشر غربية البلاد يفرون من قصف الصواريخ ويبحثون عن ملاذ آمن من دون طعام أو ماء خلال أو لأيام عدة. وأكد الشهود أن المدينة تشهد في الأيام الأخيرة قصفا مدفعيا متبادلا خاصة داخل الأحياء السكنية. من جهتها قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مستشفى الفاشر استقبل 489 حالة بين قتيل وجريح منذ العاشر من الشهر الجاري، مؤكدة أن عدد القتلى والجرحى أعلى بكثير من الأحصائيات المتداولة. في موازاة ذلك قالت المنظمات الدولية أن مستشفى آخر تدعمه اضطر لإغلاق أبوابه بعد استهداف بغارة جوية للجيش. قال قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إن المسار السياسي في البلاد لم يتحرك رغم اجتماعات كثيرة مليئة بالوعود الفارغة على حد وصفه. حفتر أضاف في كلمة ألقاها خلال حضوره عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى العاشرة لعملية الكرامة أنه لم يراودهم أدنى شك أن ما يحدث في المسار السياسي مخطط له بعناية فائقة ليبقى الحال على ما هو عليه ويمضي الوقت دون إحراز أي تقدم. وعبر حفتر عن اعتقاده أنهم منحوا المسار السياسي الكثير من الفرص أو أكثر مما ينبغي من هذه الفرص. في الجزائر ما زالت قصة الشاب المفقود منذ نحو 3 عقود في ولاية الجلفة تصنع الحدث بعدما عثر عليه حيا في بيت جاره، وفي حين لا يزال التحقيق جاريا كشف المجني عليه بعضا من تفاصيل قصته الغريبة، إذ أكد أنه كان يرى أفراد عائلته من وراء النافذة من دون أن يستطيع مناداتهم، مشيرا إلى أن قوة قاهرة كانت تمنعه من فتح الباب والهروب، مشبها نفسه بآلة كان يتم التحكم بها أو يتحكم بها المتهم بالطبع. وتواصل عناصر الشرطة العلمية الجزائرية تحقيقاتها بعدما داهمت بيت الجاني وقامت بتفتيشه للحصول على أدلة أخرى والوصول إلى المتواطئين في الجريمة. ويتواجد الشاب بن عمران عميرة حاليا بمستشفى ولاية الجلفة في جناح خاص تحت الرعاية النفسية والصحية، ولا يسمح بزيارته إلا لعائلته المقربة جدا. بعد اختفائه 30 عاما والعثور عليه في منزل جاره في الجزائر، عمر يتكلم لأول مرة ويقول: كنت أراكم من وراء نافذة المنزل، لكنني لم أكن قادرا على أن أفتح الباب وأخرج، وكأن قوة قاهرة بداخلي تمنعني وتمنع مناداتكم. كنت أرى والدي من وراء النافذة متجها إلى المسجد، وأعلم أن والدتي توفيت، لكنني كنت مرصودا وكأن آلة تتحكم بي. عائلة الشاب الذي اختفى عندما كان عمره 16 عاما تقول إنها فقدت الأمل في العثور عليه حينها، ووالدته توفيت قهرا عليه. ولاحظوا حينها أن الكلب الذي كان يربيه عمر لازم جوار منزل الجيران الذي حبس فيه صاحبه، لكن هذا الكلب قتل بعد 2 شهر من الحادثة بالسم، أي قبل 30 عاما. قصة الكلب هذه استندت إليها السلطات حتى عثرت على عمر مخبأً في قبو بمنزل جاره، ولا تزال التحقيقات جارية مع الجاني الذي يبلغ عمره 62 عاماً لمعرفة ملابسات القضية. من الجزائر العاصمة ينضم إلي ضيفي الكريمين البروفيسور نور الدين بكيس، أستاذ في علم الاجتماع السياسي، وأيضا الصحفي موسى بغراب. مرحبا بكم ضيفي الكريمين إلى شاشة الحدث. أبدأ مع الأستاذ موسى. أستاذ موسى، أي تفاصيل جديدة حول هذه القضية حتى الآن؟ نعم بصير، اليوم
أمر قضية تحقيق لدى مجلس قضاء الجلفة بدعم ستة متهمين في قضية الشاب الذي عثر عليه بعد سنوات من الاختفاء. هذا الشاب الذي كان محل بحث من طرف العائلة، وكان هذا الشاب قد اختفى عن الأنظار سنة 1998 ببلدية الجديدة التابعة لولاية الجلفة، حيث قلت أن هذا الشاب قد اختفى. وقاضي تحقيق لدى مجلس قضاء الجلفة قام بإيداع ستة متهمين في القضية. وجاءت هذه الخطوة بعد استماع المحققين المتهم الرئيسي صاحب هذا المنزل الذي عثر فيه على المحتجز عمر. وفقا للبيان الصادر من الجهات القضائية، فإن الاتهامات تشمل خط الضحية واستدراجه إضافة إلى حجز دون أمر قضائي وخارج الحالات المقررة قانونا وتجارة البشر مع توفر ظروف استغلال الضحية. وبجانب أيضا زميلي بصير إذا هذا أو هؤلاء المتهمين رحمة الحبس المؤقت، قام كذلك قضية تحقيق بتحديد إجراءات الرقابة القضائية للمتهمين الآخرين. يأتي ذلك بعد أيام من بيان صادر من مجلس قضاء الجلفة حول هذه القضية التي اختفى فيها هذا الشاب لمدة 28 سنة، والتي أثارت الكثير من التساؤلات فعلا موسى. إلى الدكتور نور. دكتور نور مرحبا بك معنا. يعني كيف يعني تعلقون في البداية على ما حدث؟ يعني جريمة لربما غير مسبوقة. أكيد هي جريمة غير مسبوقة، هي جريمة غريبة غير طبيعية إطلاقا، لأنه نحن نعلم أنه هذا النوع من الجرائم عادة تفضي إلى شيء معين، تفضي إلى عملية دفع مبالغ كمقابل، أو تفضي إلى عملية اعتداء جنسي ينتهي بقتل الضحية. يعني الجرائم الكلاسيكية والتقليدية التي تعودنا عليها لم تكن بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة غريبة، لأنه كان ممكن اكتشاف ذلك في أي لحظة في أي زمن. وحتى أن الإنسان المجرم هو جار للضحية هذا غير معقول، ويعيش إلى جانب أسرته وله علاقات مع الجيران بشكل دائم. هذا يجعل القضية غريبة إلى درجة كبيرة، مما يفضي بأنها تخفي جزء من الحقيقة. ربما لا نعلم كل الحيثيات، لأنه من غير المعقول التصرف بهذه الطريقة، خاصة وأنه الجاني ليس إنسانا مجنونا أو إنسانا معتوها، هو حارس بالبلدية وإنسان اجتماعي له علاقات مع الناس، وبالتالي كل هذه المؤشرات توحي بنوع من الغرابة. يعني خاصة من ضمن هذه الغرابة لربما دكتور نور كانت قوة قاهرة تمنعني من فتح الباب والهروب، هكذا يقول المجني عليه. يعني كيف يمكن أن نفسر هذا الأمر يعني أيضا دكتور نور؟ الحقيقة هذا التفسير لا أقول أنه غريب، ولكن في المجتمعات العربية عموما يتم التخفي وراء هذه الأسباب. الغريبية من هم مأزومون في المجتمع من كل الفئات، يتعدرون بالسحر، يتعدرون بالعين، وبأنهم هناك قوى غيبية هي التي تمنعهم، هي التي تضيق عليهم. وقد يكون ذلك راجع إلى حالات نفسية، ربما حالات نفسية وليست حالات سحر حقيقية، لأنه إذا كان فعلا هؤلاء السحرة بهذه القوة فلماذا لا يصبحوا رؤساء دول وملوك ويغيروا أوضاعهم؟ ولماذا يقبل هذا السحر بالعيش في منطقة معزولة نائية بعيدا عن العاصمة وبعيدا عن المدن؟ وبالتالي من أين تأتي كل هذه القوة؟ ربما قد تجتمع شبهات بالسحر والشعوذة مع حالات نفسية وضغوطات قهرية والتلاعب بعقول الناس، فنحن لا نعلم طبيعة نفسية المخطوف. ربما كان المخطوف ضعيف يعاني من هشاشة إلى حد ما، ربما كانت له علاقات مع هذا الخاطف، لأنه نعلم جيدا أنه هناك نظرية تتحدث عن سندروم ستوكهولم، حيث تحدث هناك نوع من العلاقة. صحيح. علاقة عاطفية، علاقة ترابطية بين الجلاد والضحية، وهذا ممكن جدا. وبالتالي ننتظر التحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث، لأنه فترة 28 سنة طويلة جدا. صحيح. خاصة بالنسبة لشاب. نعم صحيح. سأعود إليك دكتور نور، أعود إلى زميلنا الصحفي موسى. موسى يعني إن كانت يعني لربما تم إصدار معلومات أو تسريب معلومات عن
العلاقة بين الخاطف والمخطوف لربما، وأريد منك أن توضح لنا يعني ردة فعل الشارع الجزائري وماذا يريد هذا الشارع. بالنسبة للمعلومات الزميل، يعني كانت هناك بعض المعلومات المتداولة، وتعرف أنت كلام الشارع اليوم أصبح كل من هب ودب يتكلم ويقول حديث، ولكن في حقيقة الأمر أن عائلة الضحية لم تدلي بأي تصريح إلى حد الساعة. الكل في مدينة الجديد هذه اللي تابعة لولاية الجلفة يتكلمون عن السحر والشعوذة من طرف هذا الشخص، لا هذا الجاني الذي قام بارتكاب هذه الجريمة، وهي جريمة اختطاف للضحية والتي دامت لأكثر من 26 أو 27 سنة. حسب بعض الكلام المتداول في بلدية الجديد، أقول لك أن حسب بعض الجيران أو الأشخاص اللي كانوا تنقلوا للمنزل هذا الشخص من أجل فك هذا المحتجز اللي كان عثروا عليه داخل زريبة الغنم هذه، تلقوا في هذا الشخص مأساوية على مزري، كان يتكلم معهم وكان يقول لهم باللي كان الوالد نتاعي يجي فوت عني، خالي كان يقول لهم حتى الكلام لا أستطيع حتى النطق. طيب كما كنت أقول لك، هذه المصادر التي كانت تؤكد لنا في كل مرة أن هذا الشخص كان يقول كنت أراكم من وراء النافذة داخل المنزل، لكنني في الحقيقة لا أقدر حتى على فتح الباب أو أخرج إلى الخارج، وكأنها قوة قاهرة. صحيح، قوة قاهرة طيب موسى اسمح لي حتى نستثمر الوقت معكم ضيفي الكريمين، يعني السؤال الأبرز والمتكرر ربما ويسأله الكثيرون فيما يتعلق بالعائلة ذاتها، يعني ألم تخرج أي معلومات حتى لو شبه مؤكدة فيما يتعلق، أنت قلت لي أن العائلة لم تدلي بأي تصريح، يعني ألم تبحث عنه؟ كم المدة التي بحثت فيها عن ابنها المخطوف؟ أستاذ بصير، يعني بالنسبة للعائلة كانت لسنوات وهي تبحث عن شاب عمر الذي كان أنذاك يبلغ من العمر 17 سنة. كانت العائلة قد توجهت في يوم الأيام بنداء عبر قناة الأرضية وهو البرنامج حسب ما تكلم عنه شقيق المختفي، وبرنامج كل شيء ممكن كان يتكلم. كانت الوالدة رحمة الله عليها كانت قامت بنداء لكل الجزائريين أنذاك سنة 2003-2004 على ما أظن، قامت بنشر معلومات بصورة المختفي، ولكن للأسف وكانت تلك السنوات سنوات التسعينات، كانت هناك من يظن أن هذا الشاب قد توفي في تلك السنوات. نعم. طيب سأعود إليك موسى. دكتور نور، يعني فيما يتعلق بحالة هذا الشاب، يعني وفقا للتقارير الأولية، يعني هل يمكن أن يتم إعادة دمجه بالمجتمع بعد كل ما حدث؟ هذا سؤال يعني من ضمن الأسئلة التي طرحت على مواقع التواصل. أعتقد أنه من الصعب ذلك جدا، لأنه السن البيولوجي والسن الاجتماعي يختلف لدى هذا المختطف، لأنه في آخر المطاف هذا لم ينمو نمو طبيعي ولم يعش حياته الاجتماعية بشكل وانقطع لمدة لفترة طويلة جدا، وبالتالي سنه البيولوجي يختلف عن سنه الاجتماعي. ثانيا، بعد كل ما عاشه أو أكبر مشكل قد يعاني منه هو مشكل ثقة في الذات ومشكل ثقة في الآخرين، ونحن نعلم أن الحياة الاجتماعية والاندماج يتطلب حد أدنى من الثقة في الآخرين والثقة في النفس، وهذا غير متوفر أصلا، لأنه هذا المختطف عانى معاناة نفسية
وصحية عميقة جدا وكبيرة جدا وهشاشة، وهو والأكيد أنه سوف يعاني من هشاشة نفسية، خاصة وأن أمه متوفاة، ونحن نعلم أن الأم هي الكفيل بأن تعوضه أكبر قدر ممكن في الحياة، لأنه ليست هناك شخصيات من الوسط العائلي تستطيع أن تعطي لهذا الشاب ربما قليل مما يحتاجه من أجل لا أقول للعودة إلى الحياة العادية، وإنما لتخفيف جزء من التوتر الداخلي والضغط الداخلي، لأنه يحتاج إلى رعاية صحية ويحتاج إلى رعاية نفسية كبيرة جدا في مثل هذه الظروف، خاصة وأنه اليوم أصبح هذا الشاب هو جزء من الرأي العام، هو جزء من ربما القصة التي سوف تسرد ويعاد سردها، وقد تتحول مع مرور الزمن إلى أسطورة، أسطورة شعبية معروفة تحكى كما تذكر أنواع من هذه الأساطير في بلدان أخرى، لأن القصة أعتقد أنه عجيبة لدرجة أنها سوف تتردد على الألسن، خاصة وأنها انتشرت بشكل كبير جدا، ومن سوء حظ هذا الشاب وعائلة الشاب أنها حدثت في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نلاحظ أن عشرات الآلاف ومئات الآلاف من المتدخلين يتدخلون اليومين للتعليق وأطرح تساؤلات وفتح شبهات والتدخل في ما كان يجب أن يكون، وبالتالي الأمر ليس بهذه البساطة، لأن الأمر لن يقتصر على منطقة صغيرة جدا وقصيرة، وإنما هذا الأمر أصبح جزء من حياة اليومية للسكان تلك البلدة، ويبقى دكتور نور يعني لو سأل أحدهم وقال من يمكن أن يتحمل المسؤولية حول هذا الأمر، واسمح لي أن أنوه بهذا العاجل، السلطات الجزائرية تحتجز 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي في قضية الشاب المختطف منذ 30 عاما، إذن السلطات الجزائرية تحتجز 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي بهذه القضية، قضية الشاب المختطف منذ 30 عاما، والسلطات الجزائرية تخضع المتهمين أو متهمين 2 لإجراءات الرقابة القضائية في قضية الشاب المختطف. إذن هنالك تحركات حثيثة على ما يبدو دكتور نور. يعني أعود وأذكر بالسؤال لحضرتك، يعني هل يمكن تحميل المسؤولية لأحد ما فيما حصل؟ من الصعب جدا يمكن تحميل المسؤولية لثقافة المجتمع، لأنه ثقافة المجتمع فيها الكثير من التساهل وعدم ربما عدم المساءلة، لأنه نحن نعلم في المناطق الداخلية خاصة أو في المجتمعات العربية عموما هناك كثافة كبيرة للعلاقات الاجتماعية، وبالتالي هناك ثقة مبالغة، ونلاحظ كيف أنه في المجتمعات التقليدية ينتقل الأفراد من بيت إلى آخر وتكون هناك علاقات وتنقلات ربما لمدة طويلة، وبالتالي هناك ثقة، والعيب ليس في الثقة وإنما هناك تحولات وتغيرات وتقلبات قد تجعل هذه الثقة تحولها إلى نقطة الضعف وتحولها إلى مساءلة، لأن المجتمعات تتغير بسرعة قياسية جراء شبكات التواصل الاجتماعي، جراء القيم المتعددة التي تأتي من كل حدب وبصوب، وبالتالي نحن نعيش نوع من التناقض، هناك قيم غربية بقوة تدخل وتعبر عن ربما خرجات غير طبيعية لم نشهدها في المجتمعات العربية، مثل عملية الاختطاف وعملية القتل وعدم الهروب من البيوت إلى أشياء كثيرة وتراجع الزواج إلى آخره، في نفس الوقت هي مجتمعات تقليدية تحاول أن تعيش بالنمط القديم، في النمط القديم الجار هو أخ وهو أب وهو عم في نفس الوقت، ويؤتمن على الصغير ويؤتمن على الكبير، وبالتالي انتقال من مرحلة الثقة إلى مرحلة اللاثقة لا أعتقد أنه يحدث بهذه السلاسة، وتحدث أشياء بين هاتان المرحلتين. نعم شكرا جزيلا لك، لكن سؤال ب10 ثواني موسى، متى متوقع أن تصدر يعني التحقيقات النهائية والأولية حتى هذه اللحظة؟ أكيد اليوم مجلس قضاء الجلفة نشر بيان صحفي يتعلق بإيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت والرقابة القضائية ل2 آخرين، كما أشار البيان الصادر عن مجلس قضاء الجلفة إلى أنه تم إيداع على هؤلاء المتهمين في حالة احتجاز مؤقت بينهم المتهم الرئيسي كما قلنا في السابق الذي تم العثور على عمر داخل منزل هذا المتهم، مع بقية المشتبه فيهم سيتم تقديم المتهمين النيابة العامة بعد الانتهاء
من التحقيقات. وفي ختام بيان المجلس أكد أن سيتم متابعة القضية بكل صرامة وفقا للقوانين الجزائرية. زميلي جزيل الشكر لكما ضيفي الكريمين. إذن من الجزائر العاصمة كان معي الزميل الصحفي موسى بغراب، وأيضا كان معنا البروفيسور الدكتور نور الدين بكيس أستاذ في علم الاجتماع السياسي. شكرا لكم على كل هذه المعلومات والإيضاحات. في أول خروج جماعي شاركت عائلة مغربية لها أبناء مخطوفين في ميانمار في وسط آسيا ضحايا شبكات دولية في الإتجار في البشر، شاركوا في وقفتين احتجاجيتين قبالة أحد مقرات وزارة الخارجية المغربية وأمام مقر سفارة الصين في الرباط، وطلبوا بتدخل السلطات المغربية للإفراج عن أبنائهم، في حين أكدت للحدث إحدى الناجيات من ميانمار تعرضها للتعذيب على يد تلك العصابات. احنا هنا باش نوصلوا الصوت ديالنا وباش يعني نديروا اليد في اليد مع الحكومه ومع الوزاره، يعني من اجل ان هذا الملف هذا ياخذ يعني الاهميه ديالو، وخاصه يعني ان خاص العلاقه يعني عفوا ان خاص تدخل لدى جمهوريه الصين الشعبيه، باعتبار ان جميع الحاجزين يعني اللي كيحجزوا هاد الناس وهذه العصابات هذه هي كل عصابات صينية تنشط في هذه المنطقة هذه. العملية هي عملية كل ذي النصب على مغاربة وعلى مغربيات، يعني بعقود عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، في تداول العملات الرقمية، تداول في البورصة. يعني أنا أول مغربية سيتم استدراجها انتما. هو راه اون فوا شي أنا فاش خرجت أنا راه دخل هو شي 15 واحد من مرايا. تعرضت للضرب بالصوت، تعرضت للصلب، الساق الكهربائي. الصورة النمطية عن الألمان ترسمهم بشكل المجتهدين في العمل دوما، والآن إحصائية جديدة أصدرتها وزارة العمل أثبتت هذه الصورة وأظهرت أن الموظفين في ألمانيا عملوا أكثر من مليار ساعة إضافية العام الماضي، أكثر من نصفها غير مدفوعة. يعرف الألمان بأنهم مجتهدون في العمل، ورغم أن هذه المقولة قد تكون مفتوحة للكثير من الجدل، فإن إحصائية صدرت مؤخرا عن وزارة العمل ربما تؤكد فعلا جهد الألمان. الإحصائية أظهرت بأنه خلال العام الماضي سجل الموظفون أكثر من 1,300,000,000 ساعة عمل إضافية، والملفت في هذه الإحصائية التي استندت على أرقام من معهد سوق العمل والأبحاث التابع لوكالة التوظيف الفيدرالية أن أكثر من نصف هذه الساعات أي 775,000,000 ساعة كانت غير مدفوعة الأجر، بينما تلقى العاملون أجرا مقابل 554,000,000 ساعة عمل. والسؤال هنا، لماذا كانت معظم هذه الساعات غير مدفوعة الأجر؟ قبل 30 عاما كان العمل الإضافي المدفوع يمثل حوالي 30% من إجمالي العمل الإضافي، واليوم هو 10% فقط. وفي العمل الإضافي غير المدفوع نرى بأن الأشخاص ذوي المؤهلات العالية جدا هم الذين يتقاضون أجورا عالية جدا، وغالبا يكون هذا العمل الإضافي جزءا من عقد العمل.
هذا الشرح يفسر أيضا سبب ارتفاع البطالة رغم ارتفاع عدد ساعات العمل الإضافية. فبحسب المعهد نفسه ساعة العمل الإضافية تلك كافية لتوظيف 835 شخصا إضافيا، ومع ذلك فأن عدد الأشخاص في البطالة بلغ العام الماضي 2,700,000 شخص مقابل وجود 1,700,000 وظيفة شاغرة. المشكلة الأكبر التي تواجه ألمانيا هي شيخوخة المجتمع، ما يعني أنه إذا لم يتم تدريب الكفاءات اللازمة فأن مشكلة البطالة وساعات العمل الإضافية قد تتفاقم في المستقبل. راغدة بهنام، الحدث، برلين. بعيدا عن عالم السياسة ومع انطلاقة الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي المنعقدة حاليا حتى يوم 25 من مايو الجاري، سجلت السعودية مشاركة كبيرة على مستوى الأفلام والندوات المختلفة عن قطاع السينما بشكل عام. وتشارك هيئة الأفلام السعودية في الدورة الحالية في الجناح السعودي من خلال تنظيم عدد من الندوات والجلسات النقاشية على هامش فعاليات مهرجان كان. وتأتي مشاركة الهيئة بهدف زيادة الوعي بقطاع الأفلام السعودي وتعزيز الشراكات مع الجهات العالمية في القطاع وتسهيل التبادل الثقافي ودفع عجلة التقدم في قطاع الأفلام. يشارك الفيلم المصري رفعت عيني للسماء بمسابقة أسبوع النقاد خلال الدورة 77 لمهرجان كان، وذلك ضمن 11 فيلما اختيرت في المسابقة وفق ما أعلنته إدارة المهرجان. وينتمي الفيلم لفئة الأفلام الوثائقية الطويلة، وهو من إخراج الزوجين ندى رياض وأيمن الأمير، والحاصل على دعم صندوق مهرجان البحر الأحمر. إلى كان بفرنسا، ومعي من هناك الأستاذ طارق الشناوي الناقد الفني الشهير. أستاذ طارق، مرحبا بك معنا دائما على شاشة الحدث. نبدأ بهذه المشاركة السعودية، ما مدى تأثيرها؟ الحقيقة أنه أنا بتابع طبعا المهرجان من سنة 92، يعني من قرابة 33 دورة تقريبا و33 سنة في نفس الوقت. ومتابع أيضا الجناح السعودي قبل 5 سنوات وهو موجود وبقوة، يعني علم المملكة العربية السعودية بيرفرف دائما على شاطئ الريفيرا، ولا يكتفي فقط بأنه هو موجود كجناح، دائما هناك ندوات ولقاءات على المستوى العربي وأيضا العالمي. هذه المرة وطبعا دائما في أفلام بتشارك، يشارك البحر الأحمر في إنتاجها مثلا وبتعرض في المهرجان، لكن لأول مرة بنجد فيلم سعودي الإنتاج، سعودي الإخراج والتمثيل والأجواء، اللي هو نورة. طبعا أنا شفت الفيلم توفيق الزايدي، أنا رأيت الفيلم في البحر الأحمر وكان حصل على الجائزة، وهو أحد الأفلام المهمة الحقيقة اللي بتعبر عن الحالة الإبداعية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالفنون والسينما على وجه الخصوص. الحالة السينمائية الحقيقة منتعشة جدا على كل المستويات، كما أنه البحر الأحمر والسعودية عموما بتساهم في إنتاجات عديدة ومنها أفلام بتشارك هذا العام أيضا في المهرجان وبعضها أفلام مصرية. صحيح. يعني الحالة بالنسبة لنا. طب لو نحكي أكثر عن فيلم نورة أستاذ طارق، يعني هل من جوائز تنتظر حظوظه؟ ماذا يقول يعني الفنانون والمشاهير من عندك حول هذا الفيلم؟ بص، خلينا نقول الفيلم أولا بيمثل بيمثلنا كعرب، مش بس مش بس يمثل المملكة العربية السعودية، لأن أنا بعتقد أي مشاركة عربية في الأقسام هي بتعنيني أنا كمصري كمان، يعني ببقى سعيد بيها. فالفيلم في قسم نظرة ما، وده قسم موازي للمسابقة الرسمية. قسم نظرة ما ده المهرجان عمره 77 سنة، القسم ده عمره حوالي 50 عاما، بيعتني بالتجارب غير التقليدية وبيمنح دايما مخرجيها فرص ان هم العالم يطل عليهم. ونظرة ما فعلا مسابقة خاصة جدا، هي مسابقة مهمة في كان، وجوائزها بتبقى يوم قبل إعلان نتائج المهرجان ب 24 ساعة، يعني قبل إعلان المسابقة الرسمية. نظرة ما فيعني يوم الجمعة القادم، طبعا النهاردة يعتبر الجمعة، يعني
مفهوم. فبالتالي الجمعه الجمعه القادمه باذن الله ستعلن الجوائز. طبعا ما شفناش كل الافلام اللي معروضه في نظره ما، لكن انا بعتقد انه خصوصيه الفيلم السعودي اللي حرص عليها المخرج وهو البيئه والمحليه، يعني العمل الفني فيه الاحساس بالاختلاف نظرا لصدق القضيه الاجتماعيه اللي بيتناولها، وايضا للحاله على مستوى الرؤيه الاخراجيه لتوفيق الزايدي. انا بعتقد انه عنده انه الفيلم عنده فرص، لكن في كل الاحوال بعيدا عن ان يحصل على جائزه او لا يحصل على جائزه، هو ده سبق قدمته المملكه العربيه السعوديه، انه في تاريخيا اول فيلم سعودي في مهرجان كان بشكل رسمي. قبل كده عشان في لخبطه شويه على السوشيال ميديا، انا حضرت ده يمكن من 10 سنين او اكتر، اتعرض افلام ولكن في السوق افلام سعوديه ولكن في السوق مش عروض رسمية. فبالتالي لازم نحدد ده رسمي، فيبقى هو ده العرض الذي يؤرخ به وجود المملكة العربية السعودية في مهرجان كان. نعم، فيما يتعلق يعني لو تحدثنا أكثر أستاذ طارق عن هذه يعني المشاركة السعودية، تنظم خلالها عدد من الندوات والجلسات النقاشية، يعني ما الذي يحدث في هذه الندوات والجلسات النقاشية فعلا، والهدف منها نسلط الضوء عليها مع حضرتك؟ بص، احنا طبعا كلنا بنعاني، يعني كلنا دي عايدة على السينما العربية من مشاكل انتاجية ومشاكل ايضا رقابية، وكيف يتقبل المجتمع القضايا الاجتماعية. انت عارف في عالمنا العربي شوية بيبقى فيه تقبل النقد وتقبل انه فيه مناطق مسكوت عنها، دلوقتي اصبح المسكوت عنه بنقدر نتكلم عنه. أظن هي يعني أغلب اللقاءات بتدور في مثل هذه النقاط والحصول على تمويل. في فرص كتيرة داخل الجناح السعودي في اللقاءات دي، أن المنتج أو المخرج اللي عنده مشروع ممكن يجد فرصة، وهذا المشروع ممكن يبقى تلاقيه مرة معروض في البحر الأحمر أو في مهرجان القاهرة أو في الجونة أو معروض هنا في كان أيضا، يعني فرص متعددة من خلال هذه اللقاءات. وبعدين الحقيقة كمان جميل قوي إن احنا نلتقي كسينمائيين عرب مع بعض، وأيضا مع السينمائيين الأجانب، يعني ده جميل. الجناح الحقيقة عامل منارة حلوة جدا لينا كلنا، يعني سواء كنت ناقد، كنت منتج، كنت مخرج، يعني حتى كاتب، هتلاقي حاجة في الجناح بتقدر تعبر عن نفسك. حتى اللي هم الفضائيات، جزء كبير من أصحاب الفضائيات بيشتغلوا في الفضائيات، أقصد يعني زملائنا المذيعين والمعدين معاهم كاميراتهم، والمذيع موجود والمذيع موجودة وبيستغله، وده استغلال حميد قطعا، وجود العدد الضخم ده. فتلاقي التلفزيون الجزائري لينا صديق بيصور، مثلا المغربي، المصري، وهكذا. جمعة ثقافية سنوية كبيرة يعني إن صح التعبير. وأنا سعيد. صحيح. أستاذ طارق، فيما يتعلق بفيلم رفعت عيني للسماء، يعني حظوظه بأقل من دقيقة إن سمحت لي. أنا هشوفه غدا. يعني غدا يعني صباح، اللي هو النهارده يعني اسف، اللي هو صباح اليوم بعد ساعات قلائل. ده العرض الاول للفيلم رفعت عيني للسماء. طبعا هم المخرجين زوج وزوجه. صحيح. فيلم اجتماعي بيناقش، هو طبعا تسجيلي او وثائقي طويل، بيناقش قضايا بنعيشها في مجتمعاتنا، ده اللي انا يعني عارفه. ولكن اتمنى وان كنت ومستبشر خيرا الحقيقه، لان احنا من حوالي 3 سنين لو حضرتك تتذكر فيلم ريش اتعرض في اسبوع القاد وحصل على الجائزه الكبرى. اتمنى انه كمان برفعت عيني للسماء تواصل مصر حضورها وتواصل ايضا اقتناصها للجوائز، لكن مش قادر اتكلم عن الفيلم لانه ساراه بعد ساعات. تمام، شكرا جزيلا لك يعني على كل هذه المعلومات، ونسعد بوجودك معنا دائما استاذ طارق. اذا من كان الفرنسيه الناقد الفني المصري الشهير استاذ طارق الشناوي، شكرا جزيلا استاذ طارق. في نهاية هذه الساعة الثانية كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، كونوا بخير دائما، إلى اللقاء.